سهلا. يا دينون يا دينور، اتفضل يا استاذ سيد، اتفضل. مش هوصيك بقى على حماده. عيب حماده؟ حماده ده ابني، يعني انا ابني اسمه حماده وده حماده، فالاتنين يعني تلاقيش. تسلم. تحب اجيب لك حتتين بسطه مع الشاي؟ بسطه؟ البسطه ده بيبقى الحلو، والحلو دايما بيبقى بعد الاكل يا حلو. جرايه حلو. يعني يا ريت، يعني وانا داخل معرفش مناخيري بتكذب عليا ولا لا، شميت ريحه محشي. هل ده حقيقي ولا غلط؟ لا حقيقي. تسلم مناخيرك، انا عامله شويه محشي كرومبي يستاهلوا بقى. ما تغلبش الاستاذ يا واد. لخصي يا ام. حاضر. يا حماد، اخبارك ايه؟ ازيك دلوقتي؟ مخنوق من المذاكره والزفت. شفت صح ماتش الاهلي امبارح؟ ده كان حته ماتش. بيقول لك الحكم حسب بيلين والجمهور نزل نفخه. نفخه ايه وحكم ايه وبيلين ايه وماتش ايه؟ بص انا حطيت الساعه، خلاص العداد شغال، انت حر، الساعه بتاعتك تخلص هتكل على الله على طول. ها اخلص. ايه ده، انت هتزعق؟ لا قصدي يعني انا بحاول اساعدك عشان تتفوق. انا عارف ان انت جواك كويس، يعني انت شاطر بس لعب. يا احنا النهارده هنعمل موضوع تعبير وهنكتب موضوع تعبير. اتفضل يا استاذ. طيب انت معاك قلم؟ ايه ده، معايا قلم؟ مدرس وبتدي دروس خصوصيه وبتاخد الشيء الفلاني وبسطة وحلو يا حلو، ومعكش قلم؟ اصلا انا معايا قلم كتير، يعني انا حبيت اشوف انت معاك قلم ولا لا. خد يا سيدي اكتب موضوع التعبير. ايه ده، انا اللي هكتب؟ قصدي ان انا اللي هكتب. ليه؟ عشان يبقى نفس الخط اللي موجود قبل كده طبعا، يعني عشان حتى المدرس عندك في المدرسه ما يحسش بفرق يعني. هنكتب النهارده موضوع تعبير عن الربيع. اكتب. ماشي. الربيع. ياتي فصل الربيع في الربيع، ويتسم شهر الربيع وفصل الربيع، عشان تكتر طبعا تعبير. ها، عامله صفحتين. يتسم بالمراعي الخضراء حيث تكثر فيه المراعي الخضراء. معروفه دي. طيب ما دام معروفه ما تقول حاجه من عندك، يعني انا هفضل اكتب لوحدي ولا ايه؟ تكثر فيه المراعي الخضراء. ايوه. لذلك، قصدي لهذا، عشان كده يعني يستطيع الجمل ان ياكل ويشرب من تلك المراعي الخضراء. جمل ايه؟ جمل. الجمل حيوان بري يعيش في البر ولا يستحمل الجوع والعطش، ويستطيع عليهم ياما سنين يعني، ويمشي في الرمل على أربعة أرجل بسهولة، وله رقبة طويلة ولكن ليست مش مثل الزرافة قطعا. مش مثل ايه وزرافة ايه وجمل ايه؟ اقول لك ربيع تقول لي جمل. ايه ده، انت هتزعق تاني؟ لا قصدي يعني ان انا اكيد اللي غلطان، يعني اصلي فعلا المراعي الخضراء هي تودي الواحد دماغه للجمل، ان الجمل بياكل المراعي الخضراء. انسى الربيع خالص، احنا هنعمل موضوع تاني خالص، نعمل موضوع تعبير عن الكمبيوتر كمبيوتر وفوائده. حلو، اكتب. حاضر. الكمبيوتر وفوائده. ينتشر الكمبيوتر في المدن. الكمبيوتر حيث ينتشر في المدن. معروفة، ينتشر في المدن ولا ينتشر في البدو. ليه؟ لأن البدو يستعملون الجمل، والجمل هو سفينة الصحراء، أي أنه يمشي في الصحراء ولا يمشي في اسكندرية مثلا عشان دي مية، وهو أليف مثل القط، ولكن هي عندها شعر وهو ما عندوش، ولا يعيش في البيوت مثل الدجاجة، أي الفرخة. فرخة إيه يا ابني؟ جمل إيه؟ أنت إيه حكايتك وحكاية الجمل؟ أقول لك كمبيوتر تقول لي جمل، أقول لك الربيع تقول لي جمل، جمل إيه يا؟ إيه ده، أنت هتزعق تاني؟ أنا آسف يا حماد، أنا بس أصلي بنفعل عشان مصلحتك، وأنا غلطان فعلاً، يعني فعلاً الكمبيوتر بيودي الواحد دماغه على طول للجمل طبعاً. أنا آسف يا حماد، إحنا نكتب عن اليابان. اليابان والصناعات المتطورة في اليابان. اكتب. اليابان والصناعات المتطورة حيث تشتهر اليابان بصناعة السيارات. السيارات اللي هي العربيات يا استاذ، صح؟ يخرب بيتك يا حماد، الحمد لله. واضح ان انا علامي ليك جاب نتيجة زبالة يعني. الحمد لله. الحمد لله السيارات هي العربيات. ما تقول حاجة، قول. معروفة دي،
وتقاس كوة السيارات كوة كوة السيارات بكوة الباور هورس أي كوة الحصان، والحصان كائن هلامي بالنسبة للجمل، حيث أن الجمل عنده سنم، والسنم على شكل هرم، والهرم عنده جمال كتير، وعند نزلة السمان. سمان إيه؟ هرم إياد وجمل إياد؟ أنا أقول لك اليابان تقول لي الهرم إياد. إذا أنت هتزعق تاني؟ مش بزعع، بس أنا بقول لك اليابان تقول لي الهرم ليه؟ إيه ده يا أستاذ؟ أنت بتزعق في حمادة ولا إيه؟ ماما انا زهقت من الاستاذ ده يا ماما، لقد صبرت عليه صبره الجمل. والجمل حيوان بري ياكل الكمبيوتر ويعيش في اليابان، وعنده سنم، والسنم عند الهرم، والهرم ده من الاسنام هو ابو الهول، عشان كده لازم نهد الاسنام كلها، لازم نكسر ابو الهول. مالك يا استاذ في ايه؟ لا لو مش عاجبك اتفضل، الباب يفوت الجمل. والجمل حيوان اليف ولكن ليس له ريش. Thank you.